كل واحد بيفكر يحافظ على القيمة بتاعة فلوسه، تمام، سواء بقى أيا كان بقى الشكل الادخاري اللي هو بيعمله. لو جينا نتكلم عن الأوعية الادخارية اللي المفروض نكون الأغلب يتجه ليها، مش عارفة في أصلا يصح إن أنا أقول الأغلب يتجه ليها ولا لأ، بس المطروحة اللي الناس تقدر تفكر فيها، نقول إيه أفضل أوعية ادخارية اللي ممكن المواطن يفكر فيها؟ طيب لازم الناس تعرف الأول قبل ما أروح للوعاء الادخاري، هو أنا بروح له ليه؟ أنا السوق عندي اسمها دورة حياة، السوق سوق نشيط وقوي بيدي كل انتاجه، في عمليات بيع وشراء وفي حاله نشاط، فجاه بيحصل اختلال في البيع او في الشراء، بنوصل لحاله التضخم اللي احنا فيها لارتفاع الاسعار. فانا بلجا كمواطن ان انا حاجه اسمها بقى الاوعيه الادخاريه، لازم احافظ على قيمه الفلوس بتاعتي بحيث انها على الاقل تجيب نفس المنتج السنه الجايه او الشهر الجاي او الشهر اللي بعده. في حاله التضخم في العالم كله قيمه العمله نفسها بتنقص او بتقل، فبلجا لحاجه مهمه جدا ان انا الجا لحاجه اسمها الاوعيه الادخاريه، اجمد فلوسي. هجمد فلوسي الكاش دي في ايه؟ في حاجات لازم افرق بين حاجتين، ادخار وما بين ادخار استثماري. ادخار ان انا احافظ على قيمه الفلوس زي ما هي، طب ادخار استثماري ان انا ادخر الفلوس في حاجه، الحاجه دي تجيب لي الادخار بتاع القيمه وفوقها كمان مكسب. طيب زي ايه؟ تعال على الادخار، انت عندك الذهب. الذهب ده هو الاساس في التعاملات، لان ده بيكون على قد دخل الناس، الذهب على قد دخل الناس، ممكن ب 2000 3 تشتري جرام او جرامين ذهب مثلا على سبيل المثال. طيب انا معايا كم كبير من الفلوس واشتريت ذهب. طيب وخد بالي حضرتك في قاعده مهمه جدا في التعامل مع سوق الذهب، الذهب بنسبه كبيره لا يجوز المضاربه عليه، لان المضاربه يعني مخاطره. يعني انا النهارده اشتري ذهب وبعد اسبوعين ابيعه، لا صعب، لان في بقى مصنعيات وضرايب وحاجات من دي. كمان الذهب عشان تجيب تقول انا كسبت ولا خسرت فيه او حافظ على قيمته وما حافظش على قيمته، مستنى فتره، بنتكلم على سنه اقل من سنه لا. دي نقطه. طيب بعد كده معايا كميه فلوس كبيره مش عارف استثمرها في ايه او ادخرها في ايه، باجي رايح على اتفضل. دلوقتي الناس جمدت فلوسها في ذهب، جميل، الفلوس اتشالت وتحافظ على قيمتها، تمام، لكن مفيش انكم، مفيش فلوس داخله لهم، جميل قوي. هنا بقى حاجه بنروح لها الناحيه الثانيه، ده اللي عنده فائض يقدر يستغنى عن الفلوس اللي ممكن تجيله او فايده او مردود. الناس بتبقى محتاجه الفلوس لمساعدتهم في الظروف المعيشيه اليوميه. في حاجه محتاجه، ما هو ده جزء من الاوعيه الادخاريه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. انا خلاص خدت الذهب، دي نقطه، وعشان لان في بعض الناس ما تحبش تاخد الانكم اللي جاي. طيب رقم اثنين العقارات. العقارات بلجأ ان اشتري عقار عشان برضو احافظ على قيمه الفلوس. في بعض الناس بقى بتشتري العقار وتشيله، وفي بعض الناس بتشتري العقار وتبدا تاجره او تبدا تتعامل بيه، فيبدا يجيب لك دخل ثابت. يبقى هنا ده جزء تاني. بس انا النهارده راجل دخل 5000 جنيه اقدر اوفر منهم مثلا 2000 جنيه كده، انا راجل عظيم على فكره، انا دخل 5 واوفر 2000، ال 2000 دول هروح اشتري بيهم عقار؟ طب هينفع احطهم في البنك؟ لا، فانا بجيب لك الذهب كحاجه بسيطه. طيب بعد كده العقار لا، حاجه اجمل. في بعض الناس بيبدا يحوش بالعملات الاجنبيه. هنا بقى بقول لك والله لو هتحوش ده ما ياثرش على السوق المصريه وعلى العمله المصريه وعلى السوق بصفه عامه. هقول لحضرتك حاجه، هو انا بقى راجل مش بتكلم اقتصاد صح لو قلت ما ياثرش في وقت معين، لكن في حاجه صغيره جدا زي ما قلت لحضرتك دوره حياه السوق، عشان كده بدات بالنقطه دي. نشاط ثم تضخم، يعني ده حاله طارئه، تضخم ركود، بعد الركود خساره، بعد الخساره نشاط تاني. الدوره دي ممكن تاخد لها 10 سنين، ممكن تاخد لها 8 سنين، ممكن تاخد لها 3 سنين 4 سنين، احنا ونصيبنا. وبتحصل كل فتره عشان تفلتر اقتصادات العالم، الكبير يفضل فوق والصاعد يطلع معاه والباقي او المتشبث يقع. هو ده الاقتصاد العالمي متوحش شويه. طيب انا وصلت لنقطه العقارات عشان برضو ما اقطعش. طيب بعد كده رحت فين؟ في ناس بقى بتجيب تحوش بالدولار باليورو باي عمله، ايا كانت، بيبدا يتجه ان انا خلاص فلوسي معايا بس وبشد، مش التعامل مع السوق السوداء. عندك دخل بقى بالدولار بيجي لك من بره تحويلات، طيب او حاجه زي كده، لا بلاش السوق السوداء، لان السوق السوداء بتضر اكتر ما بتنفع. انت بتكسب حاجه بسيطه بس في الاخر بتدفع قصادها حاجات، وهجي لك في النقطه دي دلوقتي، تمام. فانا النهارده بقول لك خد الدولارات اللي معاك دي وحطها في البنك، لان شئنا ام ابينا عندك ثقه في القطاع البنكي ما عندكش ثقه في القطاع البنكي، الفلوس مكانها البنوك، ودي الدوره الطبيعيه ليها. وخد بال حضرتك لو كل فلوسنا من العمله الصعبه موجوده في البنوك، مش هتظهر السوق الموازي، ومش هيظهر 40% من التضخم الحاصل حاليا، لان 40% من التضخم الحاصل حاليا نتيجه ان بعض الناس معدوم الضمير بيتعاملوا في السوق الاسواق الموازيه اللي احنا بنسميها السوق السوداء، سواء السوق السوداء للعمله، سواء السوق السوداء لاي سلعه ممكن تتخيل. فدي نقطه. طيب في حاجه اخيره بعض الناس ما بيحبوش يتعاملوا معاها، وهي القطاع المصرفي او البنك. ان انا عندي وديعه، راجل بقى خلاص اشتريت ذهب واشتريت عقار كمان، وعندي وديعه اللي حطيتها في البنك،
في بقى شويه فلوس مصري باقيين معايا، ما انا عايز اامن نفسي قبل ما ابدا استثمر عشان ما اجيش في يوم اخسر فانهار. بيحط مثلا وليكن 2 3 مليون جنيه في البنك، هنا بقى بيظهر له العائد الشهري، اقدر اخد العائد الشهري ما اصرفوش كله، اصرف جزء من احتياجاتي وادخل الجزء برده في دوره اقتصاديه ادخاريه. طب ده جزء، ده اسمه الادخار. طب استثمار ادخاري او ادخار استثماري، عايز اقول لحضرتك حاجه بقى، ان المصريين ضربوا اروع المثل في النقطه دي الفتره اللي فاتت. بعض الناس انا فوجئت بيهم، لقيت يقول لك يروح يشتري اجهزه كهربائيه ويسيبها عند التاجر ويجي يقول له انا اشتريت الجهاز ده مثلا من اول السنه، وليكن هضرب مثلا بثلاجه، الثلاجه اول السنه كانت عامله 5000 و6000 و10000، دلوقتي الثلاجه واصله ل 40 و45 الف بعض الانواع، وصل. يبقى هو كسب ولا لا؟ ده كسب يعني 400% او 450%. فانت كده بالنسبه لك ده بس ادخار استثماري، دي نقطه من النقط الكويسه. يخش شريك في بعض الحاجات اللي زي مطاعم الاكل والحاجات دي كلها، لان في بعض الاسواق لا تنهار باي تضخم زي الاسعار، زي اسواق الاكل، ده طبيعه او دي ثقافه عند كل الشعوب، فبالتالي تبص تلاقي بيجيب له عائد. فالحاجات اللي هي السلع، عينك على السلع اللي هي في يوم من الايام هتتاثر. في بعض الناس دلوقتي بتفكر تفكير جميل جدا، وهي تلجا للبورصه. البورصات في التوقيت الحالي في اضعف حالتها، فبالتالي اسعارها متدنيه جدا، هي خسرانه. البورصات في العالم كله شبه خسرانه خساره كبيره، فانت هتخسر اكتر من كده فين؟ فبتروح تشتري والبورصه خسرانه، لان انت لازم تتوقع واكيد هيحصل ان بعد الخساره بتيجي مرحله نشاط ومكسب، فانت عارف انك هتكسب على الاقل، لو مش هتكسب 100% فعلى الاقل هتبقى كسبت 50%، فانت جبت عائد على فلوسك. دي نقطه من النقط. فهو ده شكل السوق، وده شكل كله الدخار. بنتكلم في حاله اذا كان في فائض دخل او في دخل زياده، اللي بيبقى دخله يدوب على قده، يقدر ازاي يعدل من شكل الانفاق بتاعه بحيث ان هو يبقى خارج من الموضوع ان شاء الله مع انتهاء الازمه الاقتصاديه العالميه وهو وضعه متماسك ومتوازن. طب هقول لحضرتك حاجه، لازم هنا بقى بنتكلم عن الثقافه الماليه، ودي مش كلمه مطاط او كلمه مزوقه بنقولها واحنا قاعدين في برنامج تلفزيوني او بنقول حاجه، لا، ثقافه ماليه فعلا، يعني تفهم ازاي تشغل عندك الجنيه او العمله. الجنيه اللي هو جاي، لو انا بقبض 3-4000 جنيه، 4000 وليكن 4000 هضرب بيه المثل، ما ينفعش ان انا راجل النهارده اكون مدخن واروح اجيب سجاير ب 1500 جنيه من ضمن الميزانيه، اللي هو بقيه الميزانيه بقى مواصلات والاكل والشرب والخدمات والمنافع، انت كده محتاج فوق الاربعه كمان، اربعه وزياده. فده فكر لازم يتغير. لازم كمان اعرف ان انا النهارده راجل على سبيل المثال بفتح مشروع وببدا، ده واحد لسه بادئ مشروع صغير، وليكن مشروع اي مشروع صغير، اكل شرب حاجه صغير، ما ينفعش ان انا اجي النهارده اروح احط عيني على عربيه بورش ولا عربيه من العربيات الثقيله دي، لا، يعني واحده واحده رويده، ما فيش المواصلات العامه ما فصلتش معاك في حاجه، بنوته صغيره بتجهز نفسها مثلا، ممكن دي من الموروثات في الشعب المصري، ما اروحش انا اشتري 7000 فوطه او 8000 ملايه سرير وحاجات من دي. ما ينفعش انا كشاب ابدا حياتي في شقه 180 و190 متر. نغير الفكر الاستهلاكي، الثقافه والفكر نفسه، اعرف ازاي ارشد، انا النهارده لو بتجوز في اوضه وصاله، وده هيوفر عليك في العفش، يوفر عليك في التكلفه، يوفر عليك في بعض الحاجات اللي هو تبص تلاقي الافراح اللي مصاريف صيانتها، والافراح اللي بتوصل لارقام مهوله. الشاب اللي لسه بادئ النهارده يقول لك انا عندي وظيفه واحده، ما ينفعش، ما تمشيش في العالم كله مش في مصر. وانت لما بتطلع بره في اي بلد اجنبي، انت بتشتغل وظيفه الصبح ووظيفه بعد الظهر، وفي ناس بتشتغل في المبيت اللي هو الوظيفه عشان يقدر والشغل مش عيب، الشغل مش عيب. احنا دلوقتي في عصر لن ينجح فيه الا اللي يفكر بره الصندوق. الاقتصاد مش مجرد كلمه مطاطه او مجرد كلمه مكلكعه، اول احنا عارفين كبتوع اقتصاد ان دمنا تقيل من غير حاجه، يعني احنا عارفين الاقتصاد دمه تقيل، لكن هو علم ممتع وعلم بيتطبق على الارض، ومش محتاج انك تقرا كتب، وكل الموضوع محتاج انك تفكر ازاي، تفكر ازاي تعمل فلوس مما فيش، تفكر ازاي تطلع بفكره بره الصندوق او بالفكر الاعتيادي، بس ترشد نفقاتك على قد ما تقدر. النهارده ما ينفعش اسيب الكهرباء كلها شغاله، لا، ما انت دي مشكله. النهارده برضو ما ينفعش ان اخش في علاقه نديه، دي وجهه نظري طبعا، انا بختلف بتفق مع اللي عايز يختلف او غيره، بس دي وجهه نظري. ما ينفعش ان انا القي بكل حاجه، لا، الدوله هي اللي تعمل، لا، ده انت والدوله والمستثمر كلنا شركاء، بغض النظر بقى في العمليه اللي احنا شاركين فيها دي مين قام بدوره ومين ما قامش بدوره. انا ليا دور لازم اقوم بيه، ترشيد نفقاتي واستهلاكي، التعامل بعقلانيه مع السوق، التعامل بعقلانيه. تكتب لنا الروشته دلوقتي الختاميه، ترشيد نفقاتي واستهلاكي، التعامل مع السوق، التعامل مع السوق، ابدا افكر بره الصندوق دايما في اي مشروع بدخله، بلاش النمطيه في التعامل، موضوع 8 ساعات من المكتب ده مش لطيف لسه الشاب بيبدا حياته. دايما اتابع السوق العالمي واشوف الجديد رايح فين واشتغل عليه.
معلش رغم ان دخلك ممكن يكون متواضع بس لازم تطور من امكانياتك، ما هي دي المعادله السيئه، الحياه ليست عادله زي ما بيقولوا، بس لازم تطور من حياه من اليات التعامل بتاعه حضرتك في مع الاسواق، تضيف ليك كورسات، تزود التعليم بتاعك، تشوف انت رايح فين، تشوف السوق نفسه رايح فين وتروح معاه. يعني احنا النهارده في ثانويه عامه بننصح ولادنا والتنسيق خلاص خلال ساعات، وكان شغالين هيتقفل الباب ويتم اعلان المرحله الاولى. يعني حضرتك شوف المجالات اللي عايزها السوق المصري او السوق العالمي وابدا روح عليها. برضو السيدات او ست البيت لها دور اساسي في النقطه دي. النهارده انا بجيب اللي يكفيني ويكفي اسرتي في حدود المعقول. ما ينفعش ان احنا نتكالب على السلع، ما ينفعش ان احنا نتاثر بالشائعات الخاصه. ما هو ده لعده اسباب، تقليل الفاتوره الاستيراديه، ان احنا ما نخلقش ازمه تكون موجوده، الاحتياطي بتاعنا يقدر يكفينا فتره اطول. أوكي. يعني ده كلها بتترتب عليها اشياء، ده كلها بتترتب عليها احتياجات فعلا. وكان حضرتك يمكن اصبت لما قلت ان لا ده بيتوقف عليه احتياط الدوله. يعني لما تعرف ان استهلاكك الشخصي بتوقف عليه احتياطات الدوله، يمكن ده الاساس او دي الحاجات الاساسيه اللي احنا كمواطنين لازم ناخد بالنا منها خلال الفتره الجايه. ونتمنى ان شاء الله ان الازمه الاقتصاديه تمر بسلام على مصر والمجتمع العربي عموما، ونكون بعد الازمه الاقتصاديه في ناحيه تانية في افضل حال ان شاء الله.